قل السائل: هل تجوز الصلاة على المنافقين وأن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ ما لنا إلا الظاهر، إذا أظهروا الإسلام نعم يصلى. الرسول صلى عليهم، صلى على ابن أبي وكفنه في ثوبه لأجل ولده الصالح عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي، أعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم. يتألف الناس عليه الصلاة والسلام، ونحن ما لنا إلا الظاهر. لما قال الله له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني إذا زدت على 70 يغفر لهم لزدت عليها. من حرص صلى الله عليه وسلم على الناس وعلى نفع الناس. نعم.